وبشأن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي. أهلا بكم سيد لبيد. بداية، تحالفات متنوعة وكثيرة حتى بات الشارع العراقي لا يحصيها، كيف ترى متانة هذه التحالفات برأيك، وإلى أي مدى هي مصلحية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، هذا صحيح. التحالفات بلغ عددها أكثر من 25 تحالف، وهذه تضم أكثر من 140 حزبا، من ما مجموعه 205 أحزاب. بالإضافة إلى هذه التحالفات، هناك أحزاب ستخوض الانتخابات بخارج نطاق التحالفات أيضا. فإذا نحن نشهد في العراق وسطا سياسيا متفككا على ما يبدو هكذا. أضف إلى ذلك أن هناك انقسامات أصابت الكثير من الأحزاب التقليدية الأساسية التي تشكل أساسا في التحالف الأساسي الذي يدعى التحالف الوطني، وهو الذي نتج عن التحالف البيت الشيعي. في سياق الانقسامات التي تسود الشارع السياسي العراقي حاليا، هناك نشير إلى التحالف الكردستاني الذي تصدع نتيجة الأحداث التي شهدها الإقليم على أثر الاستفتاء الذي جرى. أضف إلى ذلك أن حزب الدعوة انقسم على نفسه بالإضافة للانقسام السابق الذي طرأ عليه. يعني سيد لبيد، عفوا، هذه التحالفات هي موجودة إن كانت على هيئة أحزاب أو تحالفات، هي موجودة منذ الاحتلال، يعني الأشكال فقط بمسميات الأحزاب والتحالفات تغيرت، ولكن الشخصيات هي نفسها. ما الذي يمكن أن تقدمه هذه التحالفات بأشكالها الجديدة والمتغيرة والأسماء المختلفة لهذا البلد من خدمات؟ البلد ليس بحاجة إلى إعادة تشكيل تحالفاته وتغيير عناوين التحالفات أو زيادة عددها أو تزويقها بأسماء وبشعارات جديدة. المشكلة الأساسية كما نعلم هي المشكلة في الخلل في العملية السياسية وفي الدستور الذي فصل على أساس طائفي في العراق. كل هذه التحالفات مهما تغير شكلها ومضمونها وعناوينها، في النهاية ستقود إلى برلمان يتكون من نفس الحصص. البرلمان القادم سيتكون من مكون سني عربي أقل من 25%، ومكون كردي نحو 17%، ومكون شيعي نحو 55%، وبالإضافة للأقليات الدينية والقومية التي ستحصل على نحو 7 أو 8%. النتيجة بالحقيقة ستتكرر في كل الانتخابات طالما بقيت العملية السياسية الحالية على ما هي عليه في العراق. هناك حديث عن يعني خلافات تخترق هذه التحالفات، هل ترى بأنه الموضوع يمكن أن يسيطر عليه من قبل القائمين على هذه الأحزاب وهذه التحالفات، وكذلك الدول الراعية لهذه العملية السياسية وبقائها وتواجدها؟ نعم، هذا سؤال جيد جدا. ما نشهده حاليا من خلافات و تناحرات وتجاذبات بين الأطراف السياسية وبين التحالفات المختلفة، بالحقيقة هذه مسألة طبيعية في كل حملة انتخابية، لكن بعد الانتخابات ستهدأ كل هذه العواصف، وسنجد أن الفائزين بالانتخابات هذه وأعضاء البرلمان كلهم سيتفقون في النهاية ويجمعون على الحكومة. التنافس الشديد حاليا، التنافس هو من أجل إرضاء إيران. حاليا الكل يقدم فرائض الطاعة لإيران من أجل أن تقبل به. إيران هي التي ستحسم الوضع، لأن إيران تريد أن يكون لها دورا واسعا في العراق بعد الحكومة الحالية. لذلك نجد أن التنافس شديدا على إرضاء إيران، وبيضة القبان في هذا السياق هو الحشد الشعبي، لأن الحشد الشعبي كما نعلم يتكون من ميليشيات تابعة تبعية كاملة لإيران، وإيران تريد أن يكون لهذا الحشد دورا أساسيا في الحرب الأهلية القائمة في سوريا، والتي من خلاله ستدعم نظام بشار الأسد وستستخدمه كأداة فعالة من أجل تنفيذ مشروعها الاستراتيجي في المنطقة العربية. واشنطن قالت إنها لن تساهم بتقديم
الأموال لصندوق الإعمار خلال مؤتمر الكويت. برأيك هل هو عدم ثقة في هذه الحكومة في حكومة بغداد، أم اكتفاء الولايات المتحدة من تقديم هذا الدعم المستمر وهذه المعونات وغيرها؟ أنا أعتقد أن الدول الغرب خصوصا أمريكا وأوروبا الغربية، دول الاتحاد الأوروبي، بعد فضائح الفساد التي أزكمت أنوف العالم لا تستطيع أن تغامر بتقديم أموال للحكومة العراقية ما لم تقدم ضمانات بأن هذه الأموال فعلا ستذهب إلى الإصلاح وفعلا ستذهب إلى تحسين حال أحوال الناس، وخصوصا البنية تحسين البنية التحتية. أن هذه الأنظمة، هذه الدول تخشى أيضا من مراقبة، لأن هذه الدول هي أيضا تحت مراقبة الرأي العام في بلدانها. يعني لا يمكن أن تبقى هذا الدعم المطلق لحكومة بغداد على هذا النوع، على هذا النحو، وبعد أن تبين أن العراق هي أفسد دولة بالعالم وأن كل هياكل الدولة مهترئة ومتورطة بفساد، والمفاصل الدولة أصابها الفساد الكامل. فلا يمكن لدولة أن يقبل شعبها بأن تذهب أن تتبدد وتذهب أموالهم إلى أفواه حيتان الفساد في العراق. السيد لبيد الصميدعي، عضو التحالف الوطني المعارض، كنت معنا عبر الهاتف من ستوكهولم، شكرا جزيلا لك.